احتفلت جامعة الشارقة بتخريج مجموعة من المنتسبين لجهات حكومية عدة بدبلومات مهنية بحضور سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وذلك بقاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية. كعادته يقدم مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة دبلومات مهنية في مختلف المجالات، واليوم يحتفي بمجموعة من الخريجين المنتسبين لعدد من المؤسسات الحكومية بعد أن تلقوا معلومات قيمة تسهم في تطوير معارفهم. شارك في تقديمها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وغيرهم من الخبراء من خارجها. نحتفي اليوم بتخريج كوكبة متميزة من الخريجين والخريجات من مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية اللي تم تصميمها على يد خبراء في جامعة الشارقة. طبعا هذه برامج مهنية، قطاع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة قطاع يهدف إلى خدمة المجتمع بشكل جدا كبير، قطاع يهدف إلى رفع الكفاءات البشرية وتعزيز العلم والمعرفة والمهارات التطبيقية ليتوافى مع سوق العمل في دولة الإمارات. الحفل ضم تخريج 10 دبلومات مهنية جاءت لصالح عدد من الجهات، منها أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ووزارة الدفاع ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، كما كان من بينها دبلومات حول تصميم الديكور الداخلي والذكاء الاصطناعي والاستشارات الأسرية. دبلوم يهدف إلى تطوير العمل وتطوير الموظف لكي يعني يبنى له مهارات وخبرات، وكذلك يتعرف على أفضل الممارسات في هذا العمل، سواء كان العمل في حماية الطفل من ناحية اجتماعية أو القانونية أو النفسية أو كيف التعامل مع هذا الطفل. الحمد لله التحاقي بدبلوم حماية الطفل أعطاني ونمى فيني القدرة على أني أقدر أتعامل مع التطورات يعني اللي نواجهها في الحياة المجتمعية، وأنا فخورة بأني أنا التحقت بهذا الدبلوم وحصولي على امتياز مع مرتبة الشرف. البرنامج كان جميل جدا، ساعدنا في تطوير مهاراتنا في الشبكات. البرنامج كان اسمه برنامج الدولي من سيسكو، كان ملم في جميع نواحي الشبكات وما قصروا ويانا حقيقة، أعطونا المدة المتاحة والمعلومات والمهارات المطلوبة في هذا المجال. البرامج التدريبية التي تطلقها جامعة الشارقة بشكل دوري أعدت بعناية فائقة لتلبية احتياجات المؤسسات المحلية والاتحادية والمجتمع بشكل عام، لتشكل رحلة تحويلية شاملة مستندة على أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية، وصممت بعناية لتوفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين عمق المعرفة النظرية وقوة التطبيق العملي، ليكون المستفيدون منها سفراء للتميز في مجالاتهم المختلفة. ها هي جامعة الشارقة تقوم بدورها المجتمعي من خلال تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات والهيئات المحلية وأفراد المجتمع سعياً لبناء وتطوير هذا الوطن. لأخبار الدار، فايزة الضلحاني، الشارقة.